إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد استيعاب وفهم معنه حوارك أما هذلك نسك أو الفهم أما الكوبي أو غفو إنه استيعاب للدنيا تدريب واحد ليلز ككوبات با علامة صواب علامة صحة الصار أو علامة خطأ أما علامة غلطك ثم صحح الخطأ ماشا خلطن قولك أدوغ صح الصواب هل كاسات كقولي سأل الله يمنك هذا الكسحة كقلدنا انت خلط صارتا سيدا صحة هل كقولي سأل واحد سرطان الرئة سببك كنسرك سببك خدعة يسببه واحد لي بضنا با التدخين قيتشنت هي عبتان كسيجارك تاسي واصح تبعنا حاجة كلاتك قريسة تستهلك السجائر واحد بابيان سيجارك أكثر الدخل الأسر الفقيرة تذكى غويسسك فقير كا إدنير تا هدي أي سيجار يعب نغضان دخل جودي انتي بطنيد وحا بابينا يا سيجارك عبتان كيسي اللي وحي سوق لي باير ثلاثة أكثر دخل الأسر الفقيرة انت بضن دقالها سوق لها قويسسك فقير كي دنير تا ينفق وحا لغو بحيا على السجائر سيجار كا لغو بحيا هدي سيجار يعب نغضان أربعة التدخين من الطيبات في نظر الإسلام انت رواه وضا صح التدخين من الطيبات في نظر الإسلام سيجارك عبدي سوحة كمتها وحيابها وانا سنة سيدة إسلام هو أركيو تاسوا غلط أكثر وفيات التدخين انت بضن دات قول انت سيجارك تكون وحي تهاي في الدول الفقيرة تبي كنو لهين تولدها فقيرك عند قارة لهين سبولك ينوى صحة ويسان كسو مرني تدريب الثاني تدريب كلابات اختر الجواب الصحيح جواب تصحى رأك الدورة جوابها ميشا كقرن بوضع دائرة حول الحرف المناسب هذا هو قوبة قلينية حرفك ميشا كهبون اخطر مرض عذرك اوها لست بضن يسببه تدخين وكانوا وكانوا سيجارك عبديسو هو يسوي حوية الالتهاب وحوية عابق هي حنون قدعة سببك السرطان ما يوحوية كنسرك ما السكر جيم السكري ومعان كابادة أي العالمين سايو سيجارك حنونك ووها لسان او داليو وكنسرك اثنين الهدف الرئيسي وتشدد وجوين من دعاية شركات التدخين بربغاندا يا حيسيسكا عن صحراء هين يا اي سمايان شركتها سيجاركا سمايان هو وحوي وتشدد اي لين وجويني الف الاموال ان حول هلان باء تدمير الناس ان دتك بابيان جمادان جيم المحافظة على الصحة ان عافماتك الى ليا اي دونيا وعمرك أقول الأموال وحول الدون يجو إن وحول سوق أسماء يان وحول أي قاتان أي أقول عبر بقاندا بنتا أي أبو ريان أي كو أمان يان سيجار كودا أي كو حيسين يان ثلاثة في التدخين ضرر عبتان كسيجار كوحة وقول شرط دبات أي وحيله ألف على المدخن وحده قف السيجار كعبوا قرا دباتد اي سو غادا با المدخن والشباب ما دباتد waxay soo gaada ka sigaarka cabaya iyo dadka daada yara dhalinyarada jiim المدخن والمجتمع waxay soo gaada والمجتمع waxay soo gaada
ninka sigaarka cabaya iyo bulshada oo dhan kaa dambe jiimka ayaa la gelinayaa oo qofka cabaya iyo cidii ka ag dhow ee bulshada ama dhalinyaro ha noqoto ama waayeel ha noqoto ama caruur ha ahaato cid kasta oo ka ag dhow ayuu waxyeeladaasi saamaynaysaa. Arbaca, tasdaadu nisbatu lwafiyaad, waxa heerka dhimashadu way badataa bayna almudakhiriin, dadka sigaarka cabaya dhexdooda way ku badataa. Biziyaadi, markay badataan alif istihlaaku sajaayir, sigaarka intuu ka cabayaa markay badataba dhimashada ayaa badata oo kuwa ugu sigaariya cabka badan ayaa ugu dhimasho badan. Ba alamraad, cudurrada markay bataan ayaa sigaariya cabka dhimashadiisu badataa. Jiim alamwaal, markay xooluhu bataan ayaa sigaariya cabka dhimashadiisu ay badataa. Waxaad calaamadinaysaa taalifka ah ee ah istihlaak asajaayir, markastoy sigaarka cabitaankiisa badiyaanba say u kala sigaar cab badan yihiin ayay u kala dhimasho badan yihiin. Khamsa, cadadu lmudakhiniin, dadka sigaarka cabe ee ku nool fii amriika dalka maraykanka waa alif arbacatu malaayiin, waa afar milyoon. Khamsa waxa weeye situuna milyoon, waa lixdan milyoon. Jiim khamsuuna milyoon, waxa weeye waa kontan milyoon. Waynu soo marnayo, situuna milyoon bay ahaayeen, lixdan milyoon bay ahaayeen intii cabaysay. Tadriib thaalith, waxa weeye tadriibka saddexaad, ajib bikhtisaar, waxaad uga jawaabtaa si kooban camaa yiri waxaan soo socda, jawaab gaaban ka bixi. Waaxid, maada adharat idiraasaatu lkahiira, maxay muujiyeen cilmi baarisaha badan ee la sameeyey ee lagu sameeyey sigaarka halista uu leeyahay ayay muujiyeen, waynu soo marnay. Itniin, maa macnaa cibaarati tadkhiin, waa maxay hadalka macnihiisu? Atadkhiinu qatlun linafsi, waxa weeye waa qofkii naftiisa dilaya. Wantixaarun, waa isgowrac, qofkuu isgowracayo oo isdhuun dhabaya, dhuunta isugu dhufanayo oo badii un raagaya. Waxa weeye marka saa intuu isugu dhufto markiiba ma go'aye, waa qof isgowracaya oo dhuunta isku dhufanaya, laakiin aayar aayar, waxa weeye mudda ayuu wadayaa, dabeedna mar dambe ayay inta badan u dhintaa. Talaata, maada yaquul taqriiru munadamati sixati alcaalamiya, muxuu leeyahay ee uu sheegayaa taqriirka, waa warbixinta ay soo saareen ururka caafimaadka adduunka ee WHO la yidhaah, waxay soo saareen waa maxay? Waxaa ka mid ahaa cudurka faafa ee sahayda nafaha bini aadanka. Intii la garanayo taariikhda, waxa ugu badan inta sigaarku laayo cudur kasta oo dhaca oo dila ah. Arbaca, maa macnaa cibaaratu atadkhiinu dararun mutacadin, waa maxay hadalka odhanaya sigaar cabiddu waxa weeye dhibaato gudubta? Mutacadin waa maxay? Waxa weeye kuma koobnaado qofka sigaarka cabayo keliyahi, dadka kalena wuu saameeyaa, dhibaatadiisu oo cudurada laisqaatiyuu ka mid yahay. Sababtuna waa maxay? Maalan cudurada waxaa jira sida dhiikarka iyo macaanka iyo wixii caynkaasihi, waxaa la maradun gayru mutacad, waa cudur aan qofka uu haya kama gudbo, laakiin cudurada gudba ayuu kani ku jiraa. Taa macnaheedu waxa weeye cudurada jeermiska ah ee laisqaatiyo ma aha, laakiin waxa weeye dukaanka iyo qiiqa ka soo baxaya qofkan cabaya ayaa u gudbaya kii kalin cabayn oo uu neefsanaya, oo si isku mida ayay dhibaatadu u saamayn kartaa, maadaama qiiqii uu soo daynayo oo qofkii kalena uu qaadanayo isagoon ikhtiyaar lahayn oo hawadii uu la socdo. Mufradaat, tadriib waaxid, sil bayna alkalimati, waxa aad isku xidhaa kelmadda erayga alcibaara. Khamsa, lima naha alislaamu can itadkhiin, islaamku muxuu u diidan yahay in sigaarka la cabo? Waa khabaa'is, wax alla wax faa'iida ama leh, xumaan mooyaane. Mufradaat, tadriib waaxid, sil bayna alkalimati, isku xir erayga alcibaara, waa hadalka, wa tacriif almumaasab, kelmadda waxaa looga jeedaa hadalka halkaa ku qoran iyo tilmaanta qeexidda iyo sharaxaada ku haboon. Kolka alintixaar ba halkaa ku qoran, waaxid alintixaar, waa isgowrac. Marka intixaarku waa maxay? Baada bal eeg, waa qatlu linsaani nafsahu, qofka oo qudhiisa gooyo naftiisa dila ayaa la yidhahdaa intixaar. Itniin, aljinsu lbashariyu, waa jinsiga ama nooca bini aadanka weeye.
ومحجز البشري أسر كيدو محاكوها بون وحاكوها بون إريا هذا كقرن كل الناس بلد الجنس البشري بنا آذنك أو نبال هذا جنسك أما نوع بنا آذنك الوباء الثلاثة الوباء وما هي الوباء إريا ليلا الوراء واحد هذا ألف كأيك المرض ينتشر بسرعة وباء واحد الله يقارنا عذر كستو أو سيدك دك ومضى أغفده أو ضد بدن وذا مركليا وباء بالإله جمعنا هو أوبئة عذر هذا سيد دك دك أغفده المصيبة أربعة المصيبة ومحاس الكيدو واحد المصيبة هذا مغشو هل كجيم كأيك المشكلة الكبيرة لباته وين أيال هذا المصيبة لباته يعني وين أو ضدك أما ضدك ورن ساميسا أيال هذا أما يعني أنت يدو انتبه قاعدة علاس كيد له يلا المصيبة خمسة الحامل إرجع حامل ومحيد ذلك بلق والمرأة التي وقبرنا في بطنها علوش يد وكشرو ولد إلمو أي حامل إلى قبر أورية تدريب الثاني والله يسكت لبعض سلبين الكلمتين المتضادين المتضادتين واحد سكوحر يسال حريق سكوحر دا انت تقالي كمريسو لبدا اري اسكت سهور تشيدو معنه اسكت سهور تشيدو واحد الموت باكو قرن وقيري جيمك محاكو قرن الحياة نلول ولا بيسك سهور تشيدو ثلاثة صغار وحا قرن ضدك يرير ذلك محاكو قرن كبار ضدك واوين ولا بيسك سهور تشيدو ثلاثة أحسن ومد آدو وناكسن أيالك أكو قرن بعضنا محاكو قرن أسوأ كأوغحن أحسن وكأوغفي عن أسوأ وكأوغحن ويسك سهور تشيدان أربعة الطيبات وحيابها وناكسن ألف كمحاكو قرن الخبائث وحيابها حنورن خمسة فائدة بحالك أكو قرن فائدة واتاي واحد بيادنا أكو قرن هذا ضرر لباطه وفائدة دواء وحتر أسل كيدو معاك سهور تشيدان وحترك ضرر لباطية وحييلو تدريب ثالث ولا يسكى صدحات ابحث واحد بارداء عن الكلمات الرياضة التالية صوص عطا في معجم عربي قاموس عربي أدو كبار وسجل واحد بيادنا قرطا معانيها معنى يوغ أو كسرحو انت قاموس كدونتو معناها صوقر التهلكة واحد كبارسة ها لام كاف هلك كبار منك بارس تهلكة أو أي عنه إنه قفك يستيلو اتنين تستهدف معناها بار هل كانت قفك وتشيدو يهدفك يوتشيدو ده الله يضحي هل كان لكن كبار سامر كان معشوك إيجس هو كبار هدف كبار بكل ها دال ف هل كان كبار أو تستهدف أو تا يسين يا تا إلا صعوتها كبار واي هو زيادة أنت زيادة ده أمرك مرك بار سالك ما كبار أسهل كلمة الله دونتا مرك هدف كيك ثلاثة ارتباط هو شيء كحرم ارتباط كما كانت بارسه تبدو حد كبارسه رابط او حري واصل كي مجرد كي اياد بارسه مزيد كباري ميزيد اربعة المتساعد وهو حق خرقع متساعد كما كانت بارسه سعيدة بعد كبارسه سعيدة اياد كبارسه خمسة الخسارة وخسارة يعني قول درد على خسرة اياد كبارسه او خاسين رادة كبارسه استهلكة يعني وحي وبابي وستة استهلكة أما الله استعماري أما الله بابي أما الله خرش كريه حتى إلا هذا استهلكة بعد كبارسة هلك بعد كبارسة اللام كاف هل كاكي يقبوكو الوحدة الثانية تنوح وي قيبتي لبعض أما شابتر كي لبعض الترويح تنوح كهالي دونتا إن لا نسيو عن النفس نفط إن لا نسيو أو نفطو وحوبها تا إن لا نسيو كل كي شقا كترتو إن الناس شهشو نفط يعني هي ترويح صار نوعية بدن له أو مثلا هذه نفط مرل أما عاجز كده أما شقها نقطه أما سكرها نقطه إن نفط لا يفر حد جليه إسلام مركز ذلك اللي جسهره مسش مسكحيد يمت شريدنا لصيه أو يكل دودو أنا كرم الإنسان وقفك بناء آدم كأهي يحتاج وحبه هي إلى الترويح إنه نفطي سأرى هيو أو نفط نصيه نوعية كده دوان كنا سيو أو نفط نصشين هشو أي أباهتا هشام منك لا بعرف يا وحوري الحمد لله إله بام هلا على سلامتك بتبادد يعني بتجليد إلى هيكو بتبادي أي إلى هيكو مهتني هاي يا إبراهيم وإبراهيم أيو نك هكويل إبراهيم بعير شكرا لك واضح هاتن تاي يعني
ما إلها أظن هذا قضية كفر حسن تهي نبت قليل جديدة أنا بخير إما كوان وأنا أكسنه دبعتين مكما قبو والحمد لله إلها بأنا ما هذا إسكال إبت بادي هشام بايري ماذا حدث وحق ولا وماذا حدث محاد عي لماذا أنت هنا هل كان محادو شوكته وحق وحق قرن لا يهي تختربوني كانوا كجرا صوت هل كان ويمين وحق ماذا حدث محاد عي لماذا أنت هنا هذه هل كان محاكو كاني هل كان محاكو لقي إبراهيم بعد أغمي علي والمير بيريون والمير بيري وأنا في الشركة أنا شركة ديك الشقين يا أيون بالمير يما أم بيري طب أنا وان دعيون وعندما أفقت مركان سوبر روجينا وجدت نفسي نفتي دي وحن قار كون كهلاون هنا هل كان يقول أختار كتيفة أنا شقين يا نسوجا طب أنا مير بيل بيا قد عي مركان سوبر روجينا أختار كانوا بانس قار هنا في المستشفى أختار كانوا أنا شيء فهم أنا شركة هشام بعد وماذا رأي الطبيب محاي ومحاي ترى دكتورك وقولت لي ومحاي إبراهيم حول فحصني يا طبيب دكتورك باري وقال لي وحول يقولي أنت بخير هرت واد وأنا جسنت عاف ما تكاغو محمد بول هشام بعد ما المشكلة دباتري محاي نقطي دباتري الله مير بشهد لا صوحي أما أتقوم هذا لا شيء محاي نقطي إبراهيم حول الأمر عجيب أرنت والله ياب جدا أرنت لي ياب لا باكرة يا كرتة طلبوا وحي قعد صدي مني أنا قاعد طبيب ودكتوركو أن أغير إنا وحكبدلو إنا إسبدل قصمة إيوه أسلوب حياتي حبك يهنان كان النور هاي إنا لشيء دو قرشي سنت هاي إنا وحكبدلو قعد صدي هشام بقى يريد بعدنا تغير أسلوب حياتك واحد بدليسا والله ياب على مدي عجيب وقاري ما حبك دو النور يبدل بدليسا ماذا يقصد محو وجدتي إذا مركو كلية هاي دكتوركو حبك دو النور شهيد بدل محوشي ده محوشي دديس إبراهيم بقى وحوري قال اللي وحوري يقول دكتوركو حياتك أنا لا شاضو كل هذا ما أنت يدبا عمل وما شقون شقون بعد كل شيء تجاري أيان لا ترويح فيها نلا شاضو الناس سما مري نبتون أنت ما حم يشم مدرير إن لقوة ضون شقا في الشام بعدي يا له من أمر عجيب الله هو أرن ليابله وأرن ليابله إبراهيم بعدي صدق الطبيب دكتورك رمبو شاقي فحياتي نلاشيدو كل هذا ما أنت يدبا عمل وواشقاون قور إيا أيان شقو بانو تاقنهي لا ترويح فيها نسا شم مالها محوها نلاشيدو نسا شم مالي هشام بايري وبما نصحك محوكو قلت لي يقولك إبراهيم وحوري أن أقضي إن أنكو صور لما يستو العضلة فصحيك في بلد جميل وضن قروح بدن إن أنتقو oo nafta ay soo nasato oo soo daawado oo fikirkayga yaraado oo maartay aan meel qurux badan fasaxa tago tal qurux badan hishaan baa yaa allah min nasihatin tayyibatin allah ilahi wa tala aad u wanaagsan talada uu ku siiyay dabana isticaab macnahi oo la fahmayo ama la koobayo weeye dabana wuxuu yiri tadriib waahid leeliska koobaad ba calaamada sawaab علامه صح واحد صارتها او علامه خطا اما علامه غلط كسار جمله هلكا كو قرن ثم صحح الخطا تخطا ادو صح الصواب لكن بعد بينه كو قريسا الجمله سيده صح وا حقن كلا كو قر تا غلط كان انت علامه غلط تصحدا هلكا علامه صح هلكا غوبه هلكا هلكا صح هلكا غلي علامه صحدا هلكا ان بنان كو قر مره صح كو قرتنا حقن جملة كو ودا قريدو صحا تا غلط كان ميسا بنان غلط كو قور دبنا سيدا صحدا حقن سو كو قور ادو اي لوو بنيه واحد اغمي عليا اغمي على ابراهيم يعني هو حمير بيري او كوما غلى ابراهيم وهو في العمل اسغو شقدي كو جيره وا صح شركدي بو جوغو شقدو كو جيري دبن تا صح كو قورتا هلكا دبن هلكن كو سو قور جملة هادنا طلب منه الطبيب وهو كعطس دكتوركو أن يغير أسلوب عمله أسلوب حياته بأهيد ومركا غلط بين أردنا وحو ديست هبكا نلوشي سأردن إنو وحكا بدلو تبعنا أسلوب حياتي هذا واحد جملة ساقو وضقر حقا لكو قر ثلاثة حياة هشام كلها عمل نلوش هشام كبيهان تيد بواشقعون تاسنا وغلط تبعنا سحر أدقر سوامحي حياة إبراهيم ويان إبراهيم بوانك شقاط بطن قبني كلها عمل لما أنت دوا شقون نصح الطبيب دكتور كوحو كلتلي هشاما نك هشام لا إله
نصيحة طيبة تلو ناكسن تاسنا هو قلد كولت ريوحوها حقنا تدخلت صارتها هلكا تستحط أقر واحد هذا نصح الطبيب إبراهيم نصيحة طيبة إبراهيم وحو كولت لي تلو ناكسن خمسة قابل هشام هشام إبراهيم في المستشفى وحو كولا كل مي إبراهيم هشام إبراهيم دكتور كولا كل مي تاسوا صحو هل كوكوتك دكتور كي هاي تدريب ثاني تدريب كلابات رتب الجملة اسكوها جاتي جملة ذها التالية تصو صعوطة كما ورد سيدا أقول قرناء دا أقول صو أرورتي في الحوار وضع شيء كيسي سي أقول صو أرورتي دبادنا إمكا ويسوي دارسان تيس سيدي أقر الجملة مرتبة هل كما حد كوكو ليسا جملة ذها أو هبايسا وشن جملة دودي شن تا جملة ذها هبايسا حقا لايمان كان كوكو دبادنا كوكو صو قري عندما أفاق مركو صواب براروغي وجد نفسه في المستشفى وحو قواركي نفتي سور اخترك تالون بيساركي اتنين ونسحه وحو قلتي اخترك أن يقضي العطلة في بلد جميل إنه كل صور لما يستفسح وطن قروح بدن ثلاثة حياة إبراهيم نلوش إبراهيم كلها دمان تيدب عمل وشقهون ولا ترويح فيها نسشك مجرته أربعة أغمي عليه وهو في الشركة وأمير دور صومي أو كومو قلسكو شركة دي جوغو شقينيا خمسة طلب منه الطبيب أن يغير أسلوب حياته وحو كعود صدي أو ويديستي تختاركو حبك ونولي هاي إنو وحكب دلو أو نساشا وكو صوتارو نولو شيسا أو شقادا فراها بادن ويسكا كلايريو أو سي نفتي سؤونا ساتنا ييرو حدا بسي أوكل هوريين وقربو كويني محا حدا با أوكو هوريي وحا أوكو هوريي أغمي عليه في الشركة بادن نسا سوغو شركه كجرا ايو مير بيلاي وعندما افاق مركو سو براروغينا وجد نفسه في المستشفى وحو نفتيسي كو اركاي اسيغو دكتوركا جوغا ايو اركاي ونسح وطلب وحو كعوسي منه اسغا الطبيب دكتوركو ان يغير اسلوب حياته انو نولوشيسا حبك نولوشيسا واخ كبدلو مركا سونيسا حياه ابراهيم ابراهيم نولوشيسو كل هذا لما أنت عمل وشقون ولا ترويح فيها وحنا سشاء عملها ونسحه دكتور كنوح كولتلي أن يقضي العطلة إنه كسر لما يستفسح في بلد جميل وطن قروح بدن ساس أكله الرئيين كل هذا حق حوار كأيكتو مفردات تدريب واحد ولا يدسك كوباد املأ الفراغ بالكلمة المناسبة مناسبة بالكلمة المناسبة كبوح ماشى بنان كلمة ku haboon من الصندوق ka soo qaad inta yar buluuga ayaa laga hadaa maxay sanduuqa uga jeeda erayada halka yaala at-tabib al-marid ba halka inuu qoro waahid at-tabib al-marid waxa soo qaadaysa erayga fahasa uu baaray at-tabib dhaqtarki al-marid qofkii bukay buu ayuu baaray itini waxa ku qoran al-abu waladuhu aabuhu inankiisi maxaa loonaysa marka nasaxa uu la taliyay al-abu aabihi waladuhu inankiisi uu la taliyay هل كانت ثلاثة وحقرن القلم في القلم في الحقيبة يا كوقرن محمد خالد إذا وجد القلم قال إن كيوح كهري في الحقيبة شنددة هل كان وحقرن العضلة في القرية يا فصحي دابيدة صار إذا قضى بعض سقاط نسا قضى وحقوس ولا ما يستي العضلة فصحي في القرية دابيدة هذا هل كان وحقرن الرجل أسلوب حياتي نينكو هبكي نلوشيسة وقريب السنوات waxaa soo qaadanaysa gayra wuxuu ka bedelay isbedel buu ku sameeyay arrajulu ninkii usluuba hayati habka iyo hanaanka u noola ee u noolan jiray wuxuu ka bedelay tadriib saani waa layliska labaad silbeenal kelimati waxa xiriirisaad xariiq isugu xidha kelmada iyo wa taariifi tilmaanta al munaasibi ee ku haboon oo taariif waxa la yiraahdaa in la qeexo lana sharxo sheyga macnahiisa iyo waxa uu sheegayo واحد المستشفى بهالكا كو قرن ما حد مركا قادنيسا واحد قادنيسا هالكا صدخدا وها ويه مكان دكتور محال ليلى مكان يعالج وميل لغو دويه فيه ميشا الناس ودك لغو دويه مستشفى ليلى بوكول هلكنا العضله وا تنين العضله وا فصحي دبيتنا فصحاسي ما حا لغو قيحا هلكا ودنبايسيك وا وقت الحل وي لا عمل فيه شقة آنيترين ولا دراسة وحبرشنا آنيترين تذكر منا شقة أيام وحبرشنا لما تقو إسكول دي كان عادي مدرسة لما تقو
عضلة ليلة هذا ثلاثة الشركة بهالك أكو قرن الشركة وهم حي هذا هالك هو رزق ومكان مل يعمل وكشقيه فيه ماشى الناس ضدك أي شركة ليلة هذا أربعة بلد بهالك أكو قرن محل وجو قيحية جملة دلابات مكان وامل يقيم ودجو فيه ماشى الإنسان ضدك ميل ودجا ليلة هذا بلد أو مدي دجنت هاي دجنت هاي جميل بهالك أكو قرن جميل محل أو تعريفة أما محل وجو قيحة أو لجو شرحة هالك أفرت إيك وكلمة جميل هتاد مغشو كلمة وأري عربيت ومعناها وتشددوا سنة أيتهاي عقص قبيح وحي حبك سهور تيلا هذا لا الجميل وعكورش قبيح مدحم ده بعد نساس ومد البقية حتان كيزية أصوات هل كان هو عضد يد واقيه الهمزة الممدودة همزة الدار أيين هل كان كتر ما مينا همزة الممدودة أصل كيد ومحي وهمزة همزو بعدها ألف ألف ربنا أكدن بيسو فيمد والا ديريا بها همزة الصوت دواقا لغتشيدا والا ديريا ما دام ألف ربنا أكدن بيسو بخلاف الهمزة المفردة همزة قار كيدا أتاقن إن ألف كدو بين ولما إلا هذا الهمزة الممدودة لما إلا هذا يد هذا الكريد والا قابيا أمال أيها الكاغري أمال أمال أياد بيدنا لصعوتا مركا مركا إلا هذا وهمزة ألف ربنا كدن بيسو آمال آسفة بلغتك آسف وطالة شيدة هذا همزة الممدودة ألام ألام هذا سويا أنذر 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 وطا أكل إيا آكل وطالة بأن ممدودة أبق أبق أخا إيا آخا oo tadanba ayaa mar walba mamduudada an iyo aana maakhid iyo maakhid maarib maarib hamzada mamduudadu waa taa loo akhriyo ee alif reebani ka dambeeyso mulaahada naxwiye waa dib u eegid iyo u fiirsasho xagga naxwada la xiriira oo in xagga naxwada kaga hadlayno adawaatul istifham halkan waxa lagu qoray erayada iyo agabka wax la isku weydiyo waa erayada su'aasha من أدوات الاستفهام أريد أن يسكوه دي وحكا مدى من وا أيه ما وامحي ماذا محا ياري ماذا وامحي لماذا محا ياري كيف واسدي متى وقارم أين هلكي كم وامسا أي كي هل ميا أمي لبضوا عنك ادرس واللاحد براء ايك تبقى هكذا حكو قرن واحد من هذا كان وعي وقف على استعماله هذا أخي كان وعي ولا الكيبو اثنين ما هذا ووحن عقل الهين كان وعي محي هذا كتاب كان وعي كتاب ثلاثة ماذا حدث محاد عي ايه كده او ايه اللي بدأ قربة ولا استعماله ومفل بدأ أصو قاضي مدنا ووحل أركيه مدنا ووح معنوية رسول لي هاي ماذا حدث محاد عي رسول أغمي علي والمير بيري مير بالكو واح موقضا ما هو قارو تاجني وواح اللي فهم يكره عقله وقرنيه بقفك مرك مير لا يه قفك أم با موقضا مير الآن توح أك تقول أك تيس تاجن معها وواح معناه هن لو فهمه لكن كتاب واح لطابن كرم أربعة لماذا أنت هنا ما حد أدوه هل كان أتشوكته رسول اللي أدرس العلوم أنا ساينس كبرته خمسة كيف حاله حال ضادي أرمها جواسي بخير وان ونعكسن هاي والحمد لله إله بارا مهضلة نعمة إيسي ستة متى تسافر ومتى محله استعمالها هذه أشياء وقتها كيف أنا حالة قفك يا شيء حالة ديس متى تسافر قرمة صعودها أسافر غدا بران سفر الدونا إن شاء الله هدي الله إله سبعة أين الكتاب هل هو كتابك يا الله الكتاب في الحقيبة كتاب جوحه كتيرة شنددة كم طفلا لك إمثال عرور لي هذا خمسة أطفال شن عرورة تسعة أي كتاب تريد كتابك دوني سواك أريد كتاب القواعد كتابك قواعد كان دوني عشرة هل تسمع الآذان آذان كيمياء مغليسة نعم أسمعه هاوان مغليا هذا هو كوبيتون أتسمع الآذان آذان كما مغليسة نعم أسمعه هاوان مغليا تازوا محمد يقول بعلي هل يهمزدو ومعنهو
su'aalaha isku weydiyo waa isku mid oo nacam iyo laaba laga jawaabay iyaga haddaba wuxuu yidhi tadriib imla alfaraaqa meesha bannaan waxaad ku buuxisaa biladaati erayga almunaasibati ku habboon min asanduuqi halkaa sanduuqa ah ee kelmaduhu ku jiraan uga soo qaad mid walba ribtaba halkaa ku qoran yani waad maqneyd weeye marka qibta markaa maxaa loo soo qaadayaa limaada qibta maxaad u maqnayd baa lonay maxaad u maqnayd halkana waa itniin alladii biyadika ka gacantaada ku jira weyakaas maxaa lonayaa ma alladii biyadika maadaad soo qaadanaysaa ma alladii biyadika waxaan aad gacanta ku haysay gacantaada ku jira waa maxay talaada saafara macaka halkaa kugu qoran mantaad soo qaadanaysaa man saafara macag yaa ku raacay oo adiga kula safray arbaca alxaalu baa halkaa kugu qoran kayf alxaal xaaladdu waa sidee iyo arrimuhu waa sidee khamsa turiid baa halkaa ku qoran waxaa loodhan markaa maadaa turiid maxaad doonaysaa sita beytin turiid maxaa la odhanayaa aya beytin turiid ayadaa soo qaadanaysaa gurigee baad doonaysaa tusaafiru ilaa makata halkaa ku qoran mataa tusaafiru ilaa makata maka goormaad u safraysaa tamaaniya kitaabuka ayaa halkaa kugu qoran hoosa ayna kitaabuk kitaabkaagimi tisca riyaalan macag imisa riyaal waa soonaysaa kam riyaalan macag kamtaa soo qaadanaysaa imisa riyaal baad haysataa cashara tusalli aljumca tusalli aljumuca waxaad odhanaysaa markaa hal tusalli atusalli aljumuca jumcada ma tukanaysaa yaad odhan kartaa marka 12 buu ka dhigay hal raqamu baytik hal jaa haaruun haaruun miyuu yimid hal bay kolay noqonaysaa taasi markaa taa labaad ku daray waxayna 12 waxay noqon kartaa oo kale hal raqamu baytika hada hal hada raqamu baytika oo la yidhaahdo kani ma yahay nambarkii gurigaaga oo kale marka 12 erey baa ku qoran halka sare 12kiina wayno saasayna u kala toosinay ama mid walba kiisa u keen faamul masmuuc wixii la maqlay oo la fahmo oo tan waa dhegaysi istamic ila alxiwaar wada sheekaysiga dhegayso ku jira cajalada uma da calaamata sawaab calaamada saxda aasaar oo calaamata khata ama calaamada khata aasaar kii khata ah ka saxana saxda saar uma saxiix haddaba ka qaladka aada saartay adigu sax asawaabu hadda halkan ku qoray dabeedna wixii saxa halkan ku wada qor ka sidiisa u saxan halkan ku soo qor intaad calaamad saxa siiso ka khata ana intaad calaamad khata a ku qorto halkan banaan bogoskan yar ah intaad ku qorto dabeedna saxda say tahay qor waaxid haada xiwaaru bayna akhin wa akhiihi kani waxa weeye waa wada sheekaysi dhex maray nin walaalo iyo walaalkii yacni laba walaalo ah markaad dhegaysataad garan inuu sax yahay inuu qalad yahay waaxid saafara salmaanu ilaa maleesiya maleesiya maleeshi u safray salmaan marka wuxuu sax yahay waxa qalad ilaa dhegaysta tan ma saari kartid talaata xadara alakhu walaalkii baa yimid liziyaarati salmaan salmaan si uu soo boqdo waaw salmaan walaalkii wuxuu u yimid inuu salmaan soo boqdo arbaca sayusaafiru salmaan salmaan wuxuu u safri doonaa ilaa suuriya dalka suuriya alcaam alqaadima sanadka soo socda khamsa yuriidu alakhu wuxuu doonayaa walaalku waa salmaan walaalkii asafara inuu la safro maca akhiihi walaalkii salmaan fi lcaam alqaadim sanadka soo socda marka waxaasoo dhan kolkaad dhegaysato ee inta saxda inta khaladka aad kala garan dabeedna halkan aad ku wada qoraysaa wixii saxa takallam hadal buu ku yidhi tadriib waaxid layliska koowaad tabaadal wasfa suwari maca zamaylik isweydaarsada tilmaanta sawiradanka aad ka bixinaysaan adiyo saaxiibkaa nashaadun hanaa'iyun waa shaqo laba dhinac laba qof yacni ay ka wada hadlayaan ama ka wada sheekaysanayaan jamhuuriyatu yaman jamhuuriyatu misr alcarabiya yacni waa dalka masar ee carabiga ah dalkii oo kaleo laga sheekeeyo sawirkaasi waa dalkii iyo maaragtay masaajidkan iyo sawirada noocaas oo laga bixiyo tilmaan fi ayi baladin min hadihi albuldaan beledkee wadamadan ka mid ah
oo ee masar taa iyo kana masjid xaraam ka inoo muqdo maka ahiyo taqdi al-udlata keebaad fasaxa ku soo dhameysanaysa haddaad mid sheegto weli maada maxaad ku dooratood u tagtay ka aad sheegatay tadiib saani layliska labaad tabaadul al-as'ilata isweydaarsada su'aalaha tabaadul al-as'ilata wal-ajwata maca zamiilik isweydaarsada su'aala iyo jawaabo adiyo saaxiibka nashaadun thunaa'iyu weye makakana waa shaqo laba geesood ah oo laba qof ay ka wada sheekaysanayaan waaxid kam saacatan tadrus imise saacadood baad wax dhigataa ama tacmalu aada shaqaysaa fil yowmi yowmkii itniin kam yowman tadrus imise maalmood baad wax dhigataa tacmalu aada ama shaqaysaa fil usbuuci weygii talaata mataa cudlatu lusbuuc fasaxa wiigu waa goorma arbaca maadaa tafcalu fii cudlati lusbuuc maxaad qabataa fasaxa usbuuca adood ka shaqaysaa maala khamiista iyo jumcaha oo kale maxaad qabataa khamsa kam turaw kayfa turawixu nafsak si aad naftaada u nasisaa oo aada uga saartaa daalka maskaxeed iyo ka jirkaba gaar ahaana ka maskaxeed buu tarwiixu badana u badan yahay anwaacu tarwiix kana waxa weye noocyada nafta loo nasiyo ee kala duwan tahyi-a buu yidhi waa diyaar garow fakir ka fikir oo ka fiirso fil ijaabati jawaabta aada ka bixinayso can ilasilati taaliya su'aalaha soo socda waaxid hal turawixu can nafsiga naftaada ma nasisaa ma u raaxaysaa oo ma ka qaadaa daalka maskaxeed iyo jir ahaaneed axyaanan mararka qaarkeed marmarka qaarkood ma nasisaa naftaada kayfa buu dabadna ku yidhi haddaad nasiso si aad u nasisaa waa sidii itiin hal qiraa'atu noocun min anwaaci tarwiix ma tahay akhrisku nooc ka mida ee noocyada nafta lagu nasiyo ma ka mid ba talaata hal tarwiixu mufiid nafta oo la nasiyaa faa'iido ma leeyahay arbaca mataa yakuunu tarwiixu hayra mufiid goormuu noqon karaa nafta oo la nasiyaa mid aan waxtar lahayn goormuu noqon karaa dabeedna wuxu uhi yumaarisu waxay qabtaan annaasu dadku bacda alanshidati shaqooyinka qaar bay qabtaan litarwiixa cani nafsi si ay naftooda u nasiyaan wayadlubu wuu doonaa annaasu dadku atarwiixa nasashada waxay doonaan bacda canaa'il camal markay kusoo daalaan shaqada dhibaatada shaqada iyo daalka kadib ayay nasashada doonaan aw idiraasati ama markay wax soo dhigtaan ee wax soo bartaan ay kusoo daalaan waxbarashada ayay doonaan inay nastaan falcaamilu qofka shaqaalaha alladii qofkaasoo yacmalu shaqeeya kasiiran in fara badan yaxtaaju wuxuu u baahdaa ila tarwiixi inuu naftiisa nasiyo wa taalibu ardayga alladii yadrusu kasiiran ardayga in badan wax dhigtaa yaxtaaju wuxuu u baahdaa ila tarwiixi inuu naftiisa nasiyo wa tarwiixu haddaba nasinta naftu iyo nasiinshaha naftu ay heshaa mufiidun wuxuu wax u tar u leeyahay lilcaqli garaadka bini aadanka ayuu wax u taraa oo culayska ayuu ka saaraa waljismi iyo jirkaba had iyo jeerna tarwiixaasi wuxuu u badan yahay mid xagga maskaxda iyo mid xagga jirka a labadaba hadday maskaxdu daasho nasasha iyo maydhidba u baahataa hadduu jirku daalana nasashu u baahdaa faa'iido weyn oo xagga caqliga ah iyo xagga jirka aba waa laga helaa nasashada walaysa alhadafu ujeeddadu ma aha min atarwiixi nasinta nafta la nasinayo ujeeddada laga leeyahay ma aha qatl alwaqti waqtigii in la dilo ma aha oo aan waqtiga laga faa'iidaysan macnaheedu sidaa ma aha wainama alhadafu waxaa looga jeedaa wuxuu yahay qadaa'u lwaqti waqtigii in lagu dhammaystiro lagu dhammaysto fii anshidatin shaqooyin mufiidatin faa'iido leh oo tii lagu daalay ka duwan tii lagu daalay ka duwan litarwiixi haddaba nasinta nafta iyo nasashada waxay leedahay suwarun tilmaamo iyo muuqaalo kahiiratun fara badan oo kala duwan baa jira minhaa waxaa ka mid a alqiraa'atu akhrisku waa ka mid matalan qofku markuu maskax ahaan u daalo ee uu shaqo kusoo daalo matalan markaad akhris ku daasho maaha markaad shaqo kusoo daasho ama wax kale aad ku daasho ee aada akhris qabsato naftaadu way gamaysaa waxay ka baxaysaa jawigii aada ku jirtay ee ama carada lahaa ama murugada lahaa ee nafta xanuuninayay ama daalka lahaa oo markay muruqyadu daalaan ee maskaxdu ay nasato maskaxda la daaliya muruqyadu nastaan way isweydaartaan baa la yidhaha markay maskaxdu daasho waa la shaqeeyaa dabadeedna
وين سنه سام مرغيه داليه مركه مرغيه دالانا مسخدا لا داليه مرغيه ايا سنه ويس ويدانيان مركا وحو ليهي نسشي كينتا او دي قفكو حقريا او قرنيا مرر بضان هد دي قفكو اخرى سمايه وحيابت ببيي ورور كوهيي مسكحدة مشغوليني ايا كبحيا لو دا مسكحدة بانا سنيسا وممارسة الرياضة ان لسمايه كمعسيقونا اساقونا وحو نسي وحي كميتهي نوعي دا اما كبت هلا عيارو اما ارض هلا سمايه اما سعود دير هلا مرو اما كمعسي كلاب هلا سمايه شمعي سونو حكمي دي هاي وهي بعض شركة لغو نصيه مركو شركو دالني هاي او مثلا فردقة بضاني يسيقى الدال كينا بنا قاد نكو حبا هاي هاي وحيا بك لدوان بو بحضا فردقات فردقة دال بو كينا هرددونا دال بي كينا وحكا ستا نصيش بو بحضا هذا حتى شيف ونكو شرطو يسيقى لغو دالا دابدنا وانا صعود يدقاق دقاق دي سميسا وانا شمعي سميسا هذا شغاكو داشنا نصيش كالبحن ايه هردو ايه هردو تبعنا أدداد بالايلا وحي نفط أوباهان تاي هذا داري كوداشو وحلقو نستا عن طلاعان تيه قاشدا هذا هردو كوداشو سونيد سوچيت كالقو نستا دار شقا كوداشو وحلقو نستا إنا فريستو هذا داخل سكوداشو وحلقو نستا أدو حكلا إسكا يغتو وأدو حيابها در تاي إنتا دوستكتو أدخل نستو وان اللي بدلاه تشويقين أدكو تشتي والسفرو سعودالكونا إنا مثل ودن كاقا لقود دالا لفتيسا أو دالا aan meeshan uu joogto dabeedna inaad ka baxdo oo aad meelaha kala dalxiis ugu yar baxdo fasaxa ayaa lagu soo nastaad meelo kale soo aragto dabeedna had soo noqonaysaa dad dalka ka baxdo adoo dalka u xiisoonaya oo hami ku soo galay oo ma jawi kale galay oo inaad wax qabsato doonaya hadii kale caajis baa wadankaagii kugu dilaya safarkuna waa caynka wa qadaa'ul waqti waqtiga oo lagu soo dhameysto fil xadiiqati beerta dhexdeeda naftu nasiya inaad meel beera oo biyele oo shimbirale oo xayawaan le oo dhir leh oo qurux badan oo kala duwan inaad soo dhaxmarto oo aad daawato oo maskaxdu aragto oo ay ku neefsato hawada wanaagsan ee dalqiga cusub waa raaxay nafta ayay gelisaa wax kale nafta gelisaa oo ala shaati ama waxa la tagaa xeebta xeeliga badda badda iyo butaacaduuda aad eegisa biyaha iyo waxa dhex qaadaya iyo kaluunka dhex ruuraya waxay nafta u kordhisaa nasasho ay ka saartaa culayska maskaxeed والعاب الحاسوب حتى كمبيوتر كان لغو عياره جيم كيو حالة إلى هذا يعني ضفكو كو عياران مسكح هذا أي كسارتا غريسيو دين هواية ضفكو نغطو حاسون كش قيمها لكن مدير هذا كو عياره أما حتى ومسكح يسو كوشي ديو وحبا يدونا ترتا وإقامة المخيمات إن ميرش ميرها إنت إقامة المخيمات حالة هذا إن لسه مخيمات تاندوين وأرددا هي مثلا معلمين تا هي مامل كوني سراعان dabadna ay intay fasax deegan meel saxara ah halka ku cunta karsadaan oo ay soo arkaan xayawaanaadka bariga iyo hawada aadka u nadiifta iyo maarta beeraha oo ay iyaga oo madrasadii wada socota ay meel iska degto ama ciidan haday yihiin ama shaqaale haday yihiin ay banaanada soo deegan oo ay muddo iska soo joogan naftayna siisa wasaydu samak kalluunka la soo ugaarsada oo aad badda gasho oo aad ka soo shaqaysata نفط نصية وزيارة المتاحف ما يرهن متاحف تعوية هدها يدقنك أيالان تاريخها هي أمضها هي صورها هي قرالها هي بوغاكتها وحا سكتبه أيالان وحي اللي قولوا لي أمضة تاريخ دي دي هل كان قفقها طول تقنا وحو كسب نوع عروينك لديكو وحا صدوا محلقة فايدة نساشا حق النفطة وفكر كيبا لقود شيء دينية قفكن قبيي أما دبيي يفضل وحي دور بدنا يشعلين كثير من فربضن ومن الناس دتك كمده القراءة إن وح أخريان بيدتك قار شعلين ففيها قراءة وح كجرة فائدة فائدة وح تربى لهذا ومتعة راحة ويل هذا وان لغور راح يستع قف أخرس كبرتها راح وكهرة فائدة أقونا وكهرة فالإنسان قفكو يروح ونسيا عن نفسي نفتي سوح كل نسيا بقراءة القصص haddu sheekooyinkii adduunka ka dhacay akhriyo waxa laga yaabaa inuu noloshiisa ba iloobo dadka qaar waxa jiray wax baran jiray nin waxa jiray sheekha oo habeen sabab ila fanus kitab ku akhriyaa ay dukaan isla agtaag taaqadibu dabeedna ku akhriyaa siduu ugu akhriyay ayuu ninkii dukaanka lahaa rawaxay wuxuu arkay ninkan inaanu joogin maskaxdiisu maqan tahay wax macaan oo la garanayn inuu jaqayo isagu
أو رميه تبدأ أنه داقة دي بوداي واغو مركو بريي ننكي يوسيدي اتاقن أو آن صدقاتشن أو آن دالين أو نسوغين لا يدري نفسه أيو واغو بريي انت ساسي دعي شرتين حسامرها مركا آخر اسخن ننكا يقان وحلالة ها حقان عبري كريم مركي حليان وحي قوات كهانا سكرين نقول شرين بقى وحانا يقريان وحي قوات كهانا مركي هلال حال كيدا سكر او معنى ان لبس ان لصوران كريم يعني ابناء الملوك بيقولوا شرين حقيقة شوانا ماذي بقرادة ايضا المعان كان حقيقة كريم قيين هدي اوقيهين لجالدونا بالسيوف سيوف بنا لدع لها وانا قادنا لها معان كير راحة انا كتير هدى كيان مركا راحة الى هذا وشعر قبي قول اخريا راحوا لي آراء وحكوا كثرتا هي مارت وحلا يابله صور بوب حيا مسكح هذا وح وفائدية درين كانوا وحكم بدلا قف كرا مارت عبرية وارجني ما له والكتب المفيدة كتب الفائدة لو ضاق خلا نفط وراء حيسان ومن الترويح المفيد وحيابها النفط النسيئة فائدة لو حكم ذا ممارسة الرياضة عيارها وأدرت أم غدت قاربة أواشة كبدها هي وحر maxaa walaaya dadkan la qabsigeedu khatarteedu leey naftiisu qofkii loobaya qaar baa aday doon caruurtooda ku loobay meesha oo dawaxaya markii xisaha u ahayaan ay maartay ay xoog noqdo laana islaam islaamku yadoo wuxuu ugu yeelaya dadka ilaa quwwati xoog marka jirku u dhisa ayay dhisan ciyaarahani qala rasuul wuxuu qala rasuul sallallahu alayhi wa sallam al mu'minu al qawiy مؤمن كحوق بدن أي خير كون أحسن وأحب إلى الله إلى هينك تجعل يهاي من المؤمن الضعيف مؤمن كتاعك تترن وفي كل خير مدو اللي بوا ناقبول يهاي كل هدو مؤمن يهاي لكن وكل وناقب بدن كحوق له أي حوق ما حتى تلك قرهه قلبك يمارتي على ضيقة يقو أنا ضيقة كوا سنة وكمل وكان المسلمون المسلمين تو وحي هانجرين يمارسون وحي سمينجرين الرياضة تجمعسك كلا دوم بيسمين شرين يعيارها كلا دوم لقوة تجمع صدق قال عمر بن الخطاب عمر الخطاب رضي الله عنه علموا أولادكم عروتين واحد برتان السباحة الضباشة برا والرماية التوكت يشيش كان برا وركوب الخيل فردها أولا فولانا برا انتو بوحي كمتهاي رياضة تشركة لست قفكنا أنفعضة تلكنا وحطة لكرتا والله أعلم بالسواب وبالله توفيق.